هلا سلمى بنروح لمساحتنا الاخيره مع لمسات فنيه انثويه خاصه. دائما بنسلط الضوء على نساء سوريات فاعلات لهم مشاريعهم الخاصه، ويمكن بالاونه الاخيره عم نشوف الاعمال اليدويه قديش عم تاخذ حيز كبير من مشاريع النساء. اليوم موضوع مختلف، الاشي له حصه كبيره بهذا المشروع. صحيح نور، الاعمال اليدويه بشكل عام متميزة، ويمكن ضيفتنا اليوم عندها هيك لمستها الخاصة اللي قدرت تتميز فيها عن غيرها من المشاريع الثانية. أكيد خلونا نتعرف معكم مشاهدينا على ضيفتنا لليوم رشا محفوظ بمشروع الخاص لأغلبه من القشي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا وسهلا فيك رشا. خلينا نبلش مع حضرتك من المجال، إيه ما تبلشتي بهذا المشروع؟ كان في لك شيء سابقا ولا دغري بلشتي بهيك مشروع؟ هو صراحة أنا خرجت تجارة واقتصاد وكنت بشتغل بالمجال المصرفي تقريبا 13 سنة، ونهاية يعني آخر عملي كان مديرة فرع لمصرف خاص. ومن بعدها أخذت استقالة واستراحة بالبيت شوي، وخلال هالفترة اشتغلت كم قطعة بالخيش والقش وبلشت كهواية يعني، وبعدين قررت أني بلش مشروعي بال 2021. قبل ما نحكي يمكن عن سميته راشيل. شو اسمه؟ راشيل. راشيل، قبل ما نحكي عن راشيل وهيدا المشروع الخاص، يعني نقلة نوعية لما نقول من الاقتصاد والبزنس والمال للأعمال اليدوية، شو اللي دفعك؟ يمكن كان شغف قديم، ايه؟ مشروع سابق يعني. هلا هو أول شيء الوقت الفراغ اللي كان موجود عندي، ثاني شيء بلشت مارس هواياتي اللي أنا بحبها وحبيت، يعني حبيت كثير وصار عندي شغف كبير إني بلش. طيب يعني مثل ما شايفين تصاميم متعددة، محتارين أشكال متعددة وبميزة كلها طابع القش. خلينا نبلش، يمكن في معنا نموذجين هون، وفي هذا النموذج اللي هو النينة اللي بتتحول لمزهرية مثل ما بيقولوا، نعرف تفاصيل أكثر. هلا أنا كنت بداية شغلي مهتمة كثير بإعادة التدوير، بحب كثير هاي القصة، فهذا نموذج لإعادة التدوير، إنه كيف نزين شغلة موجودة ممكن تكون إزازة عنا بالبيت ونحولها هيك لشغلة حلوة تنحط بزاوية من زوايا البيت ومندخلها. يعني أنا بحب القش، دخله بكل شيء، بحسه بيعطيه سحر وجمال لأي قطعة هو بفوت فيها صراحة. بس لما نقول إعادة تدوير، يعني ممكن أي سيدة قبل ما نوسع مجالنا بالنقاش عن موضوع القش مثل الأناني، يعني كيف إذا ممكن تبلش فيها من البيت، كيف بتبلش يعني فيها؟ أي زجاجة ممكن هي موجودة عندها بالبيت يكون شكلها شوي مرتب يعني حلو ونظيفة، بتبلش ممكن تلونها، ممكن فورا ندخلها قش أو خيش بحيث أنه تلبسها يا تلبيس وتحط بقلبها أي شيء. أنا بحب الشغلات المجففة كتير، الأمثال والقصص، بس اللي ما بيحب فيه يحط الأشياء المفضلة شيء صناعي تماما. طيب خلينا نعرف كمان هذا النموذج اللي هو يمكن في كتير صبايا وسيدات بحبوا يكون عندهم قطعة هيك على البيرو تكون مميزة. صحيح. هل هي كلياتها شغل كامل ولا انت مثلا في جايبة قطعة أساسية وملبستيها قش بعدين؟ لا، هو صراحة انا مبلشة من الألف للياء بالشغل، يعني هذا البوكس انا بعمل له القالب كله من الصفر، يعني انا بعمل له القالب وانا دخلت هذا اسمه حبل مكرمية بالمناسبة، يعني كمان انا جزء من شغلي بحبال المكرمية بتكون. طيب خلينا نحكي عن صدى الناس، اول ما بلشتي كيف كان التفاعل، آرائهم على شغلك، ولما يكون في تواصل مباشر كيف يكون ردة الفعل حول هي القطع؟ هلا صراحة أنا بحس حالي محاطة بكمية كبيرة من الحب والدعم من العائلة ومن الأقارب. من أول شيء بيكونوا داعمين، وأول شيء حدا بياخذ القطعة بتحسي العائلة هي اللي بتدعم. هي اللي بتدعم. كثير كنت صراحة مدللة بهي القصة، وتوفيق من رب العالمين أكيد يعني. إن شاء الله عطول. حبيبة قلبي، وكنت بلشت عملت صفحتي بال 2021 صفحة راشيل هاند ميد، وبلشت فيسبوك وبعدين انستا وبعدين صرت بيع أونلاين، ورفقاتي بعدين شجعوني شارك بالبازارات. البازارات كانت فرصة كتير كتير رائعة، اخترت بازار ألوان سورية بإدارة المنظمة الرائعة المدام رنا الطباع. دائما بنحكي عن أشغال الصبايا أكيد معها. المدام رنا يعني بتقدم كل الدعم وكل الحب لأي حدا مشارك بالبازار، بوجه لها تحية كتير كبيرة. أكيد. هدول للصحون للكاسات. هدول الكوسترات، إيه ممكن للكاسات كلها للصحون. طبعا أنا بعمل قياسات وأشكال مختلفة، بس أنا جايبة هيك عينات بسيطة. عندنا بازار يوم الاثنين، فهلا عم نحضر له، في شوية تجهيزات بتكون. كله حسب الطلب، يعني ممكن حتى مثلا هلا عم نشوف، شفنا مع سلمى شيء بما يخص الصحون والأغطية هون مثلا، بعتقد هيدا برواز تماما بس بطريقة، وفي قياسات تمام أكيد أكيد. يعني أنا بعمل أحيانا القياسات الستاندرد بالبداية وبقى بصير أنا باخذ الطلبات، ممكن يغيروا اللون، ممكن يغيروا القياس حسب طلب الزبون،
طبعا والزينه كمان دائما بتكون على ذوق الزباين، باخذ رايهم فيها وهيك بحس انه تلبق مع بيتهم. قد ايه بتاخذ منك القطع شغل اذا بنحكي عن قياسات صغيره ووسط وكبير؟ اكيد يمكن موضوع المواد والمده بتختلف. طبعا اكيد في قطع كثير بتاكل وقت، مثلا هدول القطع كثير بياكلوا وقت، طريقه شغلهم بتاكل وقت تماما. في هدول مثلا انا كمان مشتغلتهم، هدول حتى القالب اللي جوا انا كمان عملته، كثير بياكلوا وقت صراحه وبياخذوا تعب، بس في شغف وحب كبير لهي القصه اللي انا عم اعملها، فانا بستمتع وانا عم اشتغلهم. طيب خلينا نشوف العلب ومعنا او الصناديق، احجام متعدده ومتنوعه، يعني مثل ما نحن شايفين هذا الصندوق هذا مغلف من الداخل، فيه البعض ما نوم تمام، هي الطلب يعني بتصير يعني هي مثل فيها تستخدمها ست البيت كمنظم بالبيت، بتحط فيه اغراض. كثير ستات البيوت عم يحبوا هي الافكار تبع المنظمات، انه بوكسات يحطوا فيها اغراضهم او سير. هذا مثل ما شايفين فيه حديد وملفوف. تمام. هلا الهياكل الكبيره بصير صعب انا اعمل قالب بالبيت، ببعت على ورشات برا بعمل قوالب للشغلات اكبر من هي. يعني هي وفوق والتريات واللمبديرات هدول كلهم بعملهم بورشات. وعم شوفهم يمكن موضه كثير هدول البوكس، هلا هو التنظيم القصص طب غرف البيبي يعني عم نشوفها كثير بالآونة الأخيرة. صراحة هي ما كانت موجودة، هي يعني هاي الأفكار ما كانت موجودة عندنا من قبل، إنه نحط أغراضنا ببوكسات وهيك، بس هي كثير بيفرق شكل البيت لما تبلش تستخدمي البوكسات والمنظمات، بصير أرتب كثير كثير، خصوصي فترة اللي بيكون فيها بيبيات بالبيت والكراكيب. اللمبادرات إذا فينا طبعا شايفين أشكال متعددة، في شيء على الأرض، في شيء معنا على الطاولة، في شيء قدام حضرتك إذا بتقدري تمسكيه كمان تستعرضيه. خلينا نحكي عن هاي النماذج وقديه كمان عم بتنافس اليوم، صارت القطعة هاي هي قطعة نموذجية بالبيت وبنفس الوقت يمكن الأسعار شوي نحكي. هلأ بخصوص الأسعار يعني عم تكون أكيد أقل من السوق، لأنه يعني شغلي أنا مو من حدا لحدا، يعني مو من شخص عم يصنع من المنتج فوراً للمستهلك، ما في وصيل، فعم تكون الأسعار مقبولة صراحة، ونوعاً ما عم حاول أنه تكون مجدية بالنسبة لي، ومع أنه أول فترة بيكون صعب أنه تاخدي تعبك بكل قطعة، لأنه في شغلات كثير بتاخذ صراحة وقت يعني. طيب خلينا نحكي عن البازارات اليوم، قديش مهمة؟ يعني ذكرتي خلال حديثك أنه البازار أعطاكي فرصة فعلياً نوعا ما للتسويق لقطعك اللي بتشتغليها، والتواصل المباشر مع الناس اللي بتشوفي ردة فعلهم، غير وسائل التواصل الاجتماعي او على التليفون، ناس يعني بتنقلك تفاعل او بتشوف المنتج بتقلك قديش هيدا المنتج فعليا جميل وحاببته. كثير كثير انا البازار عمل نقله نوعيه بموضوع شغلي وبشخصيتي حتى، يعني البيع اونلاين بضل هيك شوي غامضه رده فعل الشخص اللي عم ياخذ القطعه، ممكن احيانا يجامل انه يقول لك حلوه تفكري عم يجامل او شيء. بالبازار صرت تشوف رده فعل الناس هيك مباشره، يعني حتى لو ما اشتروا الاشخاص بس يمرقوا ويتفرجوا ويقولوا واو او حلوه، يعني بتحسي هيك رجع لك جزء كثير كبير من تعبك على القطعة، وعم تكون فرصة لأنه نشوف شريحة جديدة من الناس نحن أونلاين ما كنا بنشوفهم ولا ممكن نعرفهم، ويمكن بتشوفوا كمان الابتكارات الأخرى لبعض الصبايا والسيدات معك بالبازار. كمان المشاركين بالبازار عم يعطوا، عم تكون كتير الجو هيك فيه إبداع صراحة عن جد، يعني أنا بحس في روح هيك عائلية وفي روح إبداع وتنافس كتير حلوة بالبازار موجودة. طيب كمان خلينا نشوف هاي الصواني، كمان هي كلياتها قش ولا فيها شيء؟ فيها قالب جوا، كمان انا عاملته للقالب، بعمله بقياسات مختلفه، هي طقم بيجوا اربع قطع. هلا في قدامك يمكن اصغر قياس هاد، وفي هذا القياس الكبير كمان الكبير، بيجوا طقم هنا مع بعض، ممكن نكبر ممكن نصغر على هو الطلب، كمان هدول بصيروا عم يطلبوا طقم كامل، يعني ثلاثه او اربعه، اربعه هنا بيجوا اي تمام مع القطعه الرابعه. كثير عم يطلبون يحطوا فيهم ضيافات، مثلا بيتي فورات، كوكيز، عم يقدمون هدايا بالمناسبات وبالأعياد. يعني دائما بيسالوا اي حدا انه لما بتجيبي القش او شيء بيكون كثير حلو اول ما بينجاب، بعدين بخافوا بعدين انه ممكن حشي غبره، كيف ممكن نطفه ما انزعه ما تماما. ما هي خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلا هي عمليه تنظيف القش والخيش بالذات بدها ملاحقه بشكل دائم، انه ما نخلي الغبره تتجمع لفترات طويله، وبشيء ناشف دائما، شيء ناشف وناعم، ما فينا مبلول ابدا، فينا مبلول مبلا فينا بس للضروره، يعني هو مو كل يوم انه مبلول، ممكن اذا نزل عليها شيء بقعه او شيء فينا نحط بيروح من
لونه دائما؟ لا ابدا الالوان ما بتروح ابدا. صعب بس يمكن بيتاثر القماش اجباري صراحه ما بي ما يعني اذا ما كثير سين عليها وحطينا مواد كيميائيه ما بيصير لها شيء كثير. لا لانه انا مجربتهم يعني انا اي قطعه بعملها صراحه بجربها ببيتي فتره طويله لا اتاكد انه هي ممتازه وقابله للتنظيف وهدول القصص. طيب خلينا نحكي يمكن كمان الشغل بالقش كمان بيحصرك بلون واحد. اليوم عم شوف في بعض الالوان عم تقدري الدخليه للقش قديش هي نقطه مهمه طريقه الابتكار بالالوان بالقش يعني بيكون في لمسه خاصه بالقطعه من خلال يمكن اختراع لون اضافي للقش. صحيح صراحه انا بحب كثير لون القش والخيش اللي هو طبيعي بس في ناس بتفضل انه لا يكون في الوان. هلا صراحه قصه الالوان بالسوق صعبه كثير بهي الفتره صحيح. فانا عم اضطر في الوان اعملها انا وفي الوان عم جيبها بالسوق بس صراحه عم نتغلب يعني ممكن الاقي كميه جيبها مثلا حبال مكرميه ملونه لون معين حلو تعجبني ينطلب روح انزل ما ارجع لاقي نفسها يعني. فهلا عن جديد بدي بلش فوت بقصه اني اعمل الالوان يمكن عم تعملي ادخال بسيط للالوان بسبب هي المشكله نوعا صراحه إيه ما بتلاقي الدرجات اللي انا مثلا برايي او براي الزبون هي بتكون حلوه مثلا مو كل الدرجات الموجوده بالسوق بتكون هي عم نشوفها عم يستخدموها مو بس لمبه شمع ايه فينا نستخدمها كلمبه يعني مثلا زوايا البيت عم ياخذوها مثلا اذا حدا عنده حفله او شيء بحطوها بحطوا بقلب ادويه على البطاريه مشان ما تعذبوا تمديدات وهيك قصص عم تعطي كثير ديكور حلو يعني نماذج عديدة وجميلة ولكن نفس الوقت يمكن في كتير ناس حاولوا ينافسوا بهذا المجال يعني اليوم عم نشوف كتير سيدات كمان دخلوا بموضوع القش وهيك بتيجي شوي صعوبة انه كيف يقدر راشيل يحافظ على شيء خاص فيه صحيح كمشروع صحيح. شو البصمة اللي تميزتي فيها لما حدا بيجي بمر على الطاولة بيقول هاي طاولتك مميزة عن غيرك؟ هلا يعني هو صراحه بتحسي كل حدا له نظرته ولمسته والفينيشينج بيفرق من حدا لحدا الدقه بالشغل كثير بتفرق من شخص لشخص وبضل الذوق الشخص أكثر يعني منتج الشخصي. مثلا يمكن بينطلب منك ومميز عندك بياخذوه من عندك ما بيلاقوه عندك كثير هو هذا كثير يعني صراحه ومطلوب كثير لبرات البلد عم يبعثوا هدايا الناس لاحبابهم المغتربين عم يكون فيه شوي الطابع القديم الحلو تبع بلدنا وبعيد عن الديزاين التقليدي تماما. يعني حتى بطريقه توزيع شغلي انا القالب شغلي انا فهذا يعني ما بتلاقي منه بالسوق انه نفس القالب ونفس طريقه الشغل ونفس كل شيء يعني انا بجيب افكار معينه ثابته هي موجوده بالسوق بس انا بضيف عليها طريقه شغل معينه لمسات معينه شوي بتعطي اختلاف بصمه خاصه. طب رشا خلينا نحكي عن طريقه التسويق اليوم يعني اي حدا بنستضيفه من خلال المشاريع اللي عم تكون للصبايا وفعلا مشاريع جميله وبنعتز بشغلهم التسويق نوعا ما عم يكون صعب بالبدايه خصوصا اللي ما عنده محل هي يا عن طريق التواصل الاجتماعي ووسائل السوشيال ميديا قديش عم تختصر وقت للتسويق للقطع من خلال البازارات قديش بالبدايه هي النقطه كانت فعليا تتطلب مجهود كبير منك صراحه بدها مجهود وبدها شويه تفرغ واللي عم يشتغل بايده صعب يتفرغ لها فهي لقدام وقت يصير حجم الشغل شوي بيكبر وهيك وبصير في انتاج كبير بده حدا تسويق اونلاين كثير هلا قصه الاونلاين كثير حلوه يعني صحيح. هو لها كثير ميزات حلوه صراحه وهي بتعتبريها قليله التكلفه يعني ومشاركه بالبازارات انا ما في شيء بينافسها عندي يعني احلى شغله ممكن تصير اكيد لانه وقت التواصل المباشر يعني ما في قبله ولا في بعده يعني مع الزباين كثير حلو بيكون صحيح. وكمان يمكن مثل ما قلنا بتشوفي الاجواء بتشوفي يمكن افكار بتشوفي منافسين صحيح. ممكن الزبون يعطيكي فكره ما تكون خاطره ببالك هي القصه كثير صارت معي انا انه كون قطعه انا عملتها وشايفتها انه هي حلوه ممتازة. يعني مثل ما هي ايه ممكن كلمه من زبونه تقول لي مثلا فينا لو ضفنا لك كذا او عملنا لك كذا انا بتطير عقلي تطلع يعني الفكره ايه فورا بتصير هيك الافكار كثير بنبسط كثير عن جد وهن منبع للافكار الزباين بيكونوا فعلا صحيح. يعني يمكن حتى بيصير تواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن قطع يعني وصور بيبعثوا لك اياها بدنا هيدا التفصيل هيدا اللي بيشبهها من خلال مثلا تطبيق خصوصا عدة الضيافة او المناسبات صحيح صحيح بيجيبوا لي كثير قصص عن النت انه بدنا مثل هي بدنا مثل هي طبعا احنا بنعاني من قصه المواد شوي انه احيانا المواد اللي بيستخدموها برا اغلبها ما انا متوفره عنا يعني عندنا شغلات اساسيه موجوده بصير نحن بدنا نتحايل على القطعه لتطلع بتشبه الاساسيه اللي الزبون حاببها يعني بدنا نشوف الحبل المناسب التخانه المناسبه طريقه الشغل المناسبه بتطلع شوي فارقه بس فيها نفس الروح بس نحن يعني
عم اشتغل ضمن الامكانيات الموجوده. طيب لو انا عندي مثلا قطعه قديمه ايش بالبيت وشكلها ما عاد عاجبني وبدي اغيرها كلياتها، بتقدري يعني ممكن شخص يجيب لك قطعه من عنده تعملي له اعاده تدوير لها تظبطي له اياها او تعملي له اياها، او لا لازم حصرا مواد من عندك؟ لا هي على هوا القطعه، لا انا بشتغل هيك شيء، بس هي على هوا القطعه. في قطع فيك ترجعي تعيدي الشغل فوق، او في قطع بتكون منزوعه لدرجه انه ما بقى تستفيدي منها تماما، بتصير ما عاد تقدري تعملي فيها شيء. بس انا كثير اجاني قطع ببدايه شغلي، انا قلت لك مهتمه كثير بموضوع اعاده التدوير وكان كثير عندي شغف تجاهه يعني، فكنت كثير اشتغل هدول القصص بس يعني لناس هيك معينين، كثير رفقاتي هيك من العائله. في بازارات قادمه عم تحضري لها هلا بدك تشاركي فيها؟ خلينا نحكي عنها للمشاهدين، وقيمه وين ان شاء الله. هلا يوم الاثنين رح نكون موجودين ببازار الوان سوريه مع مدام رنا الطباع، ثلاث ايام، اثنين ثلاثه اربعه، من 11 الصبح لل 11 بالليل رح نكون موجودين طول هاي الفتره، ونتامل تشريف كل البازار؟ الناس بشيرتون قاعه اميه. اكيد بنتمنى لك التوفيق لك ولكل السيدات اللي عم يعملوا مشاريع صغيره ولكن هي افكار عم بيحافظوا فيها يمكن على مهن تراثيه موجوده عندنا وعم بيطوروها ضمن المعقول. شكرا كثير لوجودك. شكرا للاستضافه.